القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. يبدو أن طريق المصالحة آخذ بالتوعر والتعثر رغم اللافتات الخضراء والصفراء التي تزين حوافه وتشير إلى اقتراب المسافة، لكن المركبات السائرة فيه تؤشر عداداتها إلى تباطؤ آملة ألا تلجأ لوضع الغيار العكسي والرجوع إلى أول الطريق المرير قرب محطة الانقسام. المصالحة تحتاج إلى خطوات فعلية ملموسة على الأرض، مثل احترام القانون ومبدأ سيادة القانون الذي ينص على حق التعبير والتظاهر والتجمع، وإعادة فتح المؤسسات المغلقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإتاحة المجال أمام أوسع حرية لدى الجمهور الفلسطيني لممارسة الحريات العامة كحق مكفول كفله القانون. نأمل أن يتم تجاوز كل ذلك وأن تسير المصالحة قدما وصولا إلى طي هذه الصفحة من الساحة الفلسطينية. الرئيس الذي عاد من الأمم المتحدة مزهوا بنصر أثير لقلبه وعد بإتمام المصالحة وتعبيد طريقها وصولا إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع. احنا من القلة القليلة، ليش أقول في العالم، يعني في المحيط، من يؤمن إيمان راسخ بالديمقراطية. لازم نلجأ إلى صندوق الاقتراع، لا يجوز أن نلجأ إلى أي شيء آخر إلا صندوق الاقتراع، بشرط أن يكون صندوق الاقتراع ما وصله بطريقة نزيهة. المشهد في الإعلام موحدا ملونا، وفي الشوارع يبدو أن الإشارة الحمراء استوقفت كل مركبات الضفة المنتظرة إعلان الرئيس زيارته إلى غزة، وإشارة حمراء أخرى استوقفت مركبات غزة المنتظرة الوصول إلى ساحة الكتيبة لإحياء مهرجان فتح. المطلوب من القوى الوطنية أن يكون هناك حشودات بالآلاف من أجل المطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، لأنه لا يجوز أن نبقى نتحدث عن المصالحة في الإعلام ومن وراء المكاتب. المصالحة بحاجة إلى جهود شعبية وجماهيرية، يجب أن يخرج الشعب الفلسطيني شيبا وشبانا كبارا وصغارا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة من أجل المطالبة بإنهاء الانقسام. المصالحة المرصودة في فنجان ينتظر بصارا يتلمس خرائط طرق ملتفة ومتشعبة تبقى مرصودة إلى أن ترحل عنها لعنة الانقسام. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.